عندما تتذوق الصعوبات في حياتك سيصبح عقلك أكبر من عمرك بكثير، فكل أذى هو مستوى جديد من النضج، ومن لا يتألم لا يتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. حلقة النهاردة متميزة جدا وكلها فن وكلها حاجات حلوة وفاشن، ومين ما بيحبش الفاشن ومين ما بيحبش الموضة، ومين الموضة على طول مش بيجدد وبيطور في نفسه على طول. طبعا الحلقة النهاردة دسمة ومليئة، وبتعرفنا أكتر في المجال ده واتكلمنا فيه المهندسة هدى الأخرسي صاحبة أتيليه سواريه العربي. اهلا وسهلا يا باشمهندسه هدى معانا في بيت المصريين. احكي لنا بقى عن الحاجات اللي مجننه الستات والبنات كلها، الموضه طبعا والفاشن. ما فيش واحده طبعا ما بتحبش الفاشن وعلى طول تطور من نفسها وبتشتري وكل الميزانيه رايحه على الفاشن طبعا. طبعا مش هقول كده. كلمينا، دخلتي المجال ده ازاي؟ والله هي من البداية كانت يعني كنت حابة المجال، وبعد كده طبعا كملته بالدراسة والكورسات والخبرة. يعني كلنا بنحب المجال ده طبعا وبنعشقه، شغلنا الشاغل طبعًا اكيد طبعا. هي بس الست بطبيعتها ميالة قوي لاي حاجة فيها فاشن فيها موضة، هي ست بطبيعتها كده، هي جميلة بتحب الجمال. بتحب الجمال. بس حضرتك اتخصصتي فيه بقى فحبتيه اكتر. حبيته اكتر طبعا، وبقيت طبعا في تحديثات دايما بالدراسة بالكده. بتجددي في نفسك طبعًا على طول طبعًا منه. كل شهر بيبقى في عندك تصميمات جديده، في عندك قصات جديده، في عندك اكسسوار جديد، في عندك يعني بيبقى كل شهر عن شهر. يعني الموضه المفروض الموضه سنويه او مواسم صيفي وشتوي. تمام. لا انت كشخص او كفاشون ديزاينر المفروض ان انت بتجددي نفسك باستمرار، ما تستنيش مواعيد الموضه. انت عبال ما يجي ميعاد الموضه اصلا تكوني انت عملتي لنفسك حاصل من الحاجات الجديده. تمام. تنزلي بيها الموسم بتاعك عشان تكوني جاهزه على طول. طبعًا على طول طبعًا اول طبعا لازم يبقى في عندك تحديث باستمرار. طيب بما ان حضرتك معانا النهارده نستاهل الفرصه طبعا، وانا سعيده طبعا بكده. سعيده جدا. الله يخليكي يا باشمهندسه. تقولي لنا شويه تنسيقات للبنات والوان صعب انها تتركب على بعض، ناخد حاجه جديده كده في البرنامج. هو احنا ممكن نقول ايه، يعني كل الالوان دلوقتي بتخش في بعضها. كل حاجه صعب، مفيش لون صعب ان يخش على لون. تخيلي يعني ممكن تبقى البنت لابسه ادريس مثلا لونه مثلا بتنجاني مثلا. تمام. ممكن تلاقيها لابسه عليه طرحه بيبي بلو، دي درجه ودي درجه ثانيه خالص. يعني اي الوان، اي الوان دلوقتي بتخش في بعضها. ده الموضه، ده الموضه، الموضه طبعا الموضه. لكن في الوان طبعا مميزه كالوان موضه. فاهماني؟ اللي هي يعني. طب قولي لنا طبعا الاسود ده حاجه اساسيه. الاسود والابيض ما بيتغيرش عليهم موضه اصلا. تمام. دول اساسيين طبعا. داخل معاهم دلوقتي البيبي بلو. البيبي بلو والاسود والابيض هم دلوقتي يعني ايه اللي مكتسحين. تمام تمام. حضرتك لو واحدة جايبة لك موديل بتطلعي نفس الموديل بالظبط ولا ممكن تحرفي فيه بقى؟ على حسب، على حسب شكل جسمها ايه؟ على حسب شكل جسمها ابدأ افيدها. تمام. يعني اوصل انا وهي لتصميم معين يترسم لها ويتنفذ لها. وكتير بيتقبلوا كده ولا تقول لك لا انا لا ممكن نقول، لا ممكن نقول ان عشان الثقة بقى. بقى في 70% من الناس لا اوكي انا اوريدي انا معاكي. انا معاكي خلاص، احنا نوصل لحاجه معينه مع بعض. طبعا فاهمه هي، فاهماني هي خلاص فاهمه ان هي جايه المكان الصح. تمام. طيب الالوان بقى اللي بتشتغل عليها حضرتك ايه دايما حباها في شغلك دايما بتشتغل؟ لا مش انا اللي احدد الالوان اللي انا حباها في شغلي. حسب الموسم، على حسب وترين. العروسه عايزه فستان ايه. واللي على حسب اللي على حسب اللي بتيجي هي حابه ايه. انا بالنسبه لي حابه كل الالوان. ما ممكن اللي تيجي مثلا دي سايبه لك حريه الاختيار. لما تكون سايبه لك حريه الاختيار برده مش انا اللي بحكم، لون بشرتها اللي تحكم. تصميم، في مواصفات معينه، تصميم جسمها اللي بيحكم. فاهماني؟
لان في حاجات معينه ممكن لو في ديفو معين في الجسم احنا نقدر نداريه بالقصات، نقدر نداريه بالالوان، نقدر الالوان على فكره بتلعب دور كبير جدا في ان هي تخفي عيوب الجسم اصلا. فاهماني؟ يعني دايما الناس المليانه في الغالب ما تلبسش حاجه فاتحه. تمام. الناس المليانه ما تلبسش حاجه فاتحه، لما تلبس حاجه يعني تلبس غامق على طول يعني؟ لا ما تلبسش حاجه ساده، فاهماني؟ ساده فاتحه. لكن ممكن تلبس مشجر، يعني الوانات اللي هي مشجره لا تلبس مشجره مثلا، تلبس مشجره ممكن لو هنلبس حاجه فاتحه مثلا او ساده فاتحه او ساده نلبس عليها حاجه ايه يعني تغمق شويه. تمام. لان دايما الحاجات بقى لما كل ما بتغمقي كل ما بتباني اقل. ايوه ادينا نصايح بقى للناس اللي جسمها مليان شويه تلبس ايه، والناس اللي نحيف شويه. تمام. الناس اللي جسمها مليان مثلا، ولنفترض ان هم هيلبسوا مثلا ادريس اللي هو مثلا خطوط، الناس المليانه تلبسوا بالخطوط الطوليه. تمام. يتفصل لها شويه، يتفصل لها ان هو تلبسه في الخطوط الطوليه. يعني اللي هيجي يبص عليها مش هيشوفها ان هي عريضه، لا هيشوفها بالطول، طويله شويه، فاهماني؟ طول شويه. البنت الرفيعه او البنت الصغيره النحيفه شويه، النحيفه تلبس الحاجات دي بالعرض. تمام. والموديلات والقصات نفسها ايه اللي تلبسه؟ الموديلات والقصات طبعا تلبسه دي. يعني اللي بتلبسه الرفيعه حاجات بقى ممكن نحط قصر، كولات، كلوشات، حاجات كده. تمام. رفيعه دايما بتعتمد، التخينه دايما بتعتمد على السيمبل. طيب. السيمبل الصح واحد. فاهماني؟ لا مش واحد. ليه قصات كتير جدا. تمام. يعني الجسم المليان كمان ليه قصات كتير جدا. جدا. ما فيهوش حاجه في النص مثلا؟ ممكن لا ممكن تلبس في النص وكل حاجه، بس بتبقى بسيطه. موسي ممكن مثلا عايزين نعمل لها مثلا، هي حابه مثلا ان هي عايزه تلبس موديل في قصات، ماشي. تمام. اوكي البسي موديل في قصات، مش هنحرمك من حاجه، بس هنلعب على حته ان احنا هنعمل بدل ما هنعمل قصر كبيره، لا احنا هنعمل قصر صغيره جدا 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 وعلى مسافات، بحيث الموديل يظهر اداتك نفس الشكل اللي انت عايزاه اللي نفسك فيه، وفي نفس الوقت موازي مع جسمك. تمام. طيب لو حابه انا ادخل مجال حضرتك بقى تساعديني ازاي؟ حابه الفاشن بقى، وطبعا كلنا حابينه طبعا. طبعا هي الست بطبيعتها اصلا يعني بتحب كل حاجه عايزين جميله، عايزين نشتغلوا بقى كفايه. ربنا يا رب يوفق الجميع. بصي يا حبيبتي، اللي عايز يدخل في المجال ده هيعتمد يعني على الكورسات. ما دام ما فيش دراسه من البدايه يبقى انت هتخشي المجال ده بالكورسات. تمام. وانا انصحك بالكورسات، لان الكورسات انك تخشيه كده مثلا زي يعني زي الناس القديمه بتاعه زمان اللي هو كده بالبلدي وخلاص، ده ما عادش ينفع، لان كل حاجه دلوقتي بقت شغالينها بمقاسات وكل حاجه. زمان كانوا بياخدوا كده بالنظر، بيشتغلوا بالنظر، دلوقتي ما عادش ينفع الكلام ده. دلوقتي في حاجات معينه، كولات، الكوله مثلا بتبقى 5 × 5 حاجات كده، ما ينفعش ان احنا نعملها كده بالنظر. تمام. طيب لو في مثلا واحده لابسه موديل وعندها ديفو معين، تقدري تداريه ازاي؟ ما قلت لك باللون. باللون اقدر اداري على حسب الدوفيه ده فين. من الاول قبل الاختيار خالص جات لك وفيها مثلا خلاص انا شفتها قدامي، فبقدر احدد جسمها عن طريق طبعا خريطه الاجسام. بقدر احدد جسمها انه نوع من انواع الاجسام دي. تمام. وابدا اشتغل عليه واشوف الدوفيه بتاعها فين بيتناسب مع انهي شكل من اشكال الاجسام، وابدا اشتغل عليه. الحاجات المركونه في دواليبنا كلها بقى القديمه، ازاي نستفيد منها وازاي نعمل لها اعاده تدوير زي ما بيقولوا؟ على فكره اعاده التدوير اجمل حاجه في الدنيا. بصي بتحسسك ان انت فعلا بقيتي خبيره. تمام. في الفاشون، اللي هو ممكن تبقى حاجه اصلا كانت عند امي، ايوه، طلعتها من الدولابه وحولتها لحاجه تانية خالص بقت ليا انا، اعتمادا طبعا على الدراسه والكورسات. واللي عندي مركون برضو عندنا كلنا مثلا من ليه فتره، لان الموديلات بتتجدد هي كل فتره. طبعا مثلا حاليا لو هتيجي تبصي دلوقتي للموضه اللي كانت السنه اللي فاتت، هتلاقي الكارول، البلوزات الطويله، الزراير القديمه بتاعه زمان دي. أيوة. الحاجات دي، البلوزات دي كانت في دواليب امهاتنا. ايوه فاهماني؟ الحاجات دي كانت في دواليب امهاتنا، فطبعا دلوقتي كل البنات لما لقوها موضه اخذوها من عند امهاتهم وجم عندي فصلوها من اول وجديد تاني. دي موضه. فاهماني؟ تمام. فعملوا لها اعاده تدوير، بقت حاجه جديده، بس وفرت معاهم فين؟ وفرت معاهم قماش كان موجود عندهم. تمام. فصلوا تاني. تمام.
احنا في نهاية اللقاء بنشكر المهندسة هدى الأخرسي، ونرجو أن تكونوا استفدتوا طبعا من الفقرة دي، وبنشكر حضرتك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى تكوني معنا في بيت المصريين إن شاء الله. شيء يشرفني. بنشكر حضراتكم ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله مع ضيف تاني.